ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة هنجاوب على السؤال اللي بيخص هو فعلا اللغة الصينية لغة سهلة وهي اسهل لغات العالم زي مستر ابراهيم عادل بيقول، ولا هي لغة صعبة؟ وكمان هنجاوب على السؤال اللي بيخص هل انت تقدر تتعلم لغتين او اكثر في نفس الوقت ولا ما تقدرش؟ وهنعلق على منصة طليق من وجهة نظري كرجل تربوي وعلى مستر ابراهيم عادل بشكل خاص. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على Learn Different Academy. في البداية كده خليني اوضح لكم نقطة صغيرة جدا. اي معلومة او اي حاجة انا بقدمها لكم من خلال القناة هنا هي بتكون من واقع ان انا مدرس وان انا بشتغل في مجال التدريس وان انا راجل تربوي بقالي فترة شغال في التدريس. فأي معلومة سواء كانت معلومة لها علاقة باللغات او معلومة لها علاقة بالتدريس او اي معلومة لها علاقة بمحتوى علمي فهي من منطلق ان انا راجل تربوي وراجل بشتغل في مجال التدريس. نرجع بقى لإجابة سؤالنا. اول سؤال هو فعلا اللغة الصينية هي اسهل لغات العالم وهي فعلا تعلمها سهل وانا اقدر اتعلمها بسهولة ومش صعبة خالص ومش معقدة، ولا هي فعلا معقدة؟ الاجابة هي ايوة، تقدر تتعلم اللغة الصينية بمنتهى البساطة والموضوع مش محتاج ذكاء خارق علشان تقدر تتعلمها. ومش بس اللغة الصينية، تعلم اي لغة مهما كانت اللغة دي هو سهل جدا ومش محتاج قدرات عقلية معينة عشان تتعلمها. والدليل على كده ان انت لو شفت شخص متخلف عقليا، يعني ما عندوش اي عقل خالص ولا عنده اي فكر ولا عنده قدرات عقلية قوية جدا، قدراته العقلية محدودة جدا، هتلاقيه بيتكلم لغة معينة، بيعرف يتكلم وبيعرف يستخدمها وبيعرف يعبر عن نفسه باستخدام اللغة دي. فده معناه ان تعلم اللغات مش محتاج قدرات عقلية ولا محتاج ذكاء ولا محتاج خبرات مسبقة، محتاج بس ان انت تتعلم اللغة دي بالطريقة الصحيحة، تعرف الطريقة الصحيحة للتعلم وتبدأ تمارس وتبدأ تتعلم اللغة، ساعتها بس تقدر تتعلم اي لغة. طب بالنسبة للسؤال التاني، هل اقدر اتعلم لغتين او اكثر في نفس الوقت؟ الاجابة هي برضو ايوة، ودليل على كده ان انت لما بتشوف طالب او طفل لسه داخل المدرسة بتلاقي ان الطفل ده بيتعلم اللغة العربية اللي هي لغته، بيبدأ يتعلم قراءة وكتابة ونطق وتحدث وغيره، وكمان بيتعلم اللغة الإنجليزية بجانب لغته، ده لو كان هو في مدرسة لغات. لو في مدرسة متقدمة شوية هتلاقي بيتعلم فرنساوي، هتلاقي بيتعلم إيطالي، هتلاقي بيتعلم ألماني وهكذا. يبقى أنت تقدر تتعلم لغات كتير جدا مهما كان قدراتك العقلية، وتقدر تتعلم لغتين او اكثر في نفس الوقت. بس في ملحوظة مهمة جدا في النقطة دي، لو انت عايز تتعلم لغتين او اكثر مش مفضل انك تتعلم اكثر من لغتين، لان اكثر من 3 لغات هيعملك تشتت وهيخليك تواجه صعوبات في تعلم اللغات دي مع بعض. لكن تقدر تتعلم لغتين في نفس الوقت بس على شرط ان يكون اللغتين دول مش متشابهين في حاجات معينة او مفهومش تشابه. يعني ما تجيش تعلمني مثلا اللغة الانجليزية مع اللغة الفرنسية هتلاقي في تشابه بينهم في المخارج بتاعة الحروف، في بعض الكلمات، في النطق، في بعض الحاجات، فهتلاقي ده هيسبب لك مشكلة كبيرة وهيخليك تتلخبط بينهم زي اخواننا التونسيين واخواننا الجزائريين بيتلخبطوا احيانا في تعلم اللغة الفرنسية وتعلم اللغة الانجليزية، بينطقوا حاجات بالفرنسية بدل ما ينطقوا بالانجليزية والعكس. فتجنبا للموضوع ده ما تتعلمش لغتين متقاربتين من بعض، اتعلم لغات مختلفة. لو هتتعلم مثلا انجليزي وصيني ما لهمش علاقة ببعض، اتعلم وجو هاد وتعلمهم في نفس الوقت، هتقدر تتعلمهم ومش هتواجه اي مشكلة في تعلم اللغتين دول في نفس الوقت. بالنسبة بقى لمنصة طليق، منصة طليق هي منصة المستقبل في تعلم اللغات، وانا شخصيا اتجاهي في المستقبل ان شاء الله ان انا اعلمكم لغات كتير من خلال Learn Different Academy. مش بس لغات كتير، ده انا هعلمكم حاجات تانية كتير، مش لازم اعلمها لكم بنفسي، لا هجيب لكم ناس متخصصين هم اللي يعلموها لكم. بمناسبة ان انا فتحت الموضوع ده خليني اعلق تعليق بسيط. اي شخص عنده مهارات تدريس وعنده استراتيجيات التدريس الصحيح يقدر يعلمك اي لغة ويقدر يعلمك اي مادة، بس على شرط انه يكون مدرس على دراية باستراتيجيات التدريس وكمان يكون عنده علم وفقه بالمادة اللي هيدرسها لك او بالمنهج اللي هيدرسه لك او باللغة اللي هيدرسها لك. فانا لو تعلمت الفرنساوي انا اقدر اعلمك فرنساوي عادي، لو تعلمت اللغة الصيني واتقنتها اقدر اعلمها لك عادي جدا، زي ما احنا بالضبط اتعلمنا اللغة الانجليزية وبدأنا نعلمها لكم واحنا كنا نعرف حاجة عن الانجليزي، نفس الحكاية بالضبط. فانا اقدر من خلال
تعلمي لشيء معين ودرايتي بطرق التدريس الصحيحه وطرق تدريس الحاجه دي بالشكل الصحيح، اقدر اعلمها لك بعد ما انا اتعلمها. وده اللي مستر ابراهيم عادل بيعمله. مستر ابراهيم عادل اتعلم اللغه الانجليزيه واتعلم اللغه الاسبانيه واتعلم اللغه الصينيه، فبالتالي هو بيعلمهم لك زي ما هو اتعلمهم. ودي طريقه صحيحه، واي حد يقدر يعمل كده لو قدر يوصل للمستوى ان هو يكون على درايه وثقافه بالحاجه اللي هيعلمها لك، وكمان هو على درايه بطرق التدريس الصحيحه. وفي المجمل مستر ابراهيم عادل هو استاذنا كلنا، وكلنا بنتمنى نكون زيه، وبنتمنى قنواتنا التعليميه تكون زي قنواته التعليميه. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تشوف كل الفيديوهات الجديده وكمان الفيديوهات القديمه، وكمان تابعني على فيسبوك تويتر وانستجرام. كان معكم احمد حسن من ليرن ديفن اكاديمي، واشوفكم فيديوهات جايه.